غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. ولدى وصول سيادته الأردن، كان في استقبال سيادته جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص السيد الرئيس على تنسيق المواقف مع شقيقه الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة. تم كذلك التشديد على رفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن الإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.